شو رأيك نشوف ألبومات الصور؟ منشوفه. راحت عليكي، ألبومات الصور بدها نهار كامل حتى تخلص. أنا بحب أتفرج على الصور. بس ما بصير تبلشوا من صور طهور تبعيها. منبلش من صور ماما وبابا، من أول صور لإلو. أمك ست حلوة كتير. عدنان فرجاني صورتها من أول يوم إجيت فيه على البيت. إيه؟ هون كنا بالعطلة عم نتزلج. حلوة كتير مو هيك؟ إيه حلوة كتير. وينو عمي؟ قاعد بالمكتب. ليكو شلون طالعة مثل الوحش، بتخوف؟ لا بتجنن. هلأ دور صورك، رح نتفرج على صور الطهور تبعك. لا خلص عم بمزح عم بمزح. الصورة كتير حلوة مو هيك؟ خلينا نبدله ونقول باسمي وباسم عيلتي. صحيح، أيوة ايه عم اسمعك. تمام. انسى لميس، وين الصور اللي اختي مبينة مكشرة سنانة فيهن؟ خلينا نشوفهن. الله يخليكي. أنا بستأذن. لوين؟ شفتي ما قلت لك رح تمن الصور؟ راجعة بس شوي. وين راحت؟ مراد عود، اترك المخلوق تتصرف براحتها. شو يلي بدك تقولي لي يا جميلة؟ بدي رح اقول لك بس. عم بسمعك. عفواً من بعد إذنك مراد، بدي أحكي مع سمر خانم. شغلة سرية يعني؟ جميلة شو صاير معك؟ كنت بدي أعطيكي هاد. شو هاد؟ هذا حلق فيروز خانم. بعتقد إنه هذا هو، أنتي قلتينا ندور عليه. فرجيني؟ حلو كتير. وين لقيتي؟ مو أنا يلي لقيته، بشير لقى. مشكور. بس صار له زمان ملاقيه ومخبيه. أنا لقيته مطرح ما كان مخبيه، وانتظرت ليجي ويعطيكن اياه بس ما اجا. وقلكن يعني عم تقولي بشير لي سرقه؟ بشير ما بيعمل هيك شي. نهال مراد وقف. شوفي يا مهند، لازم نحكي شوي. عمي انت كذابه يا جميله، كذابه. شوفي ما بعرف. مهند انت عم تعرفي شو عم تحكي؟ طولي بالك نهال حبيبتي، خلينا نعرف بس شو القصه. اسمعي وافتحي اذنيكي منيح، بشير ما بيعمل هيك شيء ابدا. بلكي انا فهمت غلط. معناتها لا تتهمي العالم قبل ما تتاكدي. نهال شو عم يصير؟ جميله عم تهلوس، عم تتهم بشير انه سرق حلقه الالماس تبع فيروز خانو.
يا بشير إلا إنه كذب. بشير أنا أخذته. خبيته لأنه كنت بدي أعطيه لفيروز خانو. مشان آخذ بخشيش. يا ريتك أعطيتها إياه فورا مشان العالم ما تفهم عليك غلط. يا أبي شو عليك يا جميلة، ظلمتي كثير لبشير. هذا حلق كثير قديم ومصنوع من الألماس. ما في شي بالدنيا بيوقف بوجه سعادة هذا البيت وحياته الحلوة. أكيد الموضوع صار فيه سوء تفاهم، بس لازم ما حدا يزعل التاني مشان هيك أمور سخيفة. فهمتي جميلة؟ ما بدنا حدا يزعل، وبالأخص أنت يا بشير. يعني هذا مو تقليد؟ لا حبيبي حقيقي. شكرا لك. ولو يا روحي. آسف مهند، كنت بدك تحاكيني بموضوع. خلص بنأجله لوقت تاني. طيب. رح ضل بالغرفة حتى يجهز الغداء. ماشي. أنا لازم أحكي مع جميلة شوي. إيه بابا، الله يخليك. ما عرفت شو اللي خلاها تعمل هيك اليوم. الأحسن إنك ما تضغط عليها هلأ، خلينا نرتاح شوي وبعدين بنحكي. ماشي موافق. يلا يا أولاد خلونا نشيل الألبومات ونرجعها محلها. أنا حكيت اللي شفته، لا تطلع فيني هيك. أنت خبيته للحلق. في شخص واحد بيعرف كتير منيح من اللي خبى الحلقة. الإنسان ما في يكذب على حاله يا جميلة. شو صار معك؟ وينك لهلا؟ ليكني طلعي فيني لشوف. ايه بشير كمان ما انه طبيعي، صاير معكم شي؟ ما في شي امي. Thank you.